تم بالرباط عقد اجتماع مشترك بين 5 لجان دائمة بمجلس المستشارين خصص لتقديم التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030. بطبيعة الحال التقرير كيرصد شنو هي الخطوات التي أنجزناها حتى الآن، ولكن كيوقف كذلك على حقيقة ديال أن هناك عمل كبير ينتظر المغرب بكافة مؤسساته لإنجازه من أجل أننا نكون في الموعد. وحنا كبرلمان معنيين بشكل مباشر بهذا خطة أهداف التنمية المستدامة، ودرنا فيها واحد التراكم لا بأس به، ولذلك أردنا أن نطلع على شنو هي هذه النقاط القوة اللي حرزها المغرب، ولكن أساسا شنو هما التحديات، شنو هما نقاط الضعف اللي كيخص جميع المؤسسات التعاون من أجل أنها تربحها، وهي كثيرة موجودة كتتعلق بالغايات المرتبطة بهذه الأهداف 17 اللي كتحل عليها الخطة التنمية المستدامة. الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيد دريس جطو أكد خلال هذا اللقاء أن إنجاز هذا التقرير يهدف إلى تقييم التدابير المتخذة من طرف مختلف الفاعلين على المستويين الاستراتيجي والمؤسساتي، وكذا ضمان إطار ملائم لتحديد الأولويات وتبني وتنسيق وتتبع ورصد الأهداف 17 والغاية المرتبطة بها، وذلك بالنظر لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تمثلها بالنسبة للمملكة.